بتاعك على قيمة منتخب مصر وعلى اختيارات كابتن حسام حسن والمصايب اللي عاملها في القيمة. ايه اللعيبة دي؟ مستبعد ناس ما ينفعش يتم استبعادهم ابدا. في لعيبة مظلومة قوي في قيمة المنتخب دي، في 5 لعيبة تم الشخصنة معاهم من كابتن حسام حسن وما بيجوش المنتخب لاسباب مش فنية، لان فنيا يتاخدوا اول ناس قبل اي حد في القايمة، لكن 5 لعيبة ما بينضموش مع كابتن حسام حسن ما تعرفش ليه. 5 لعيبة فيهم ناس ما بينضموش وفيهم ناس كانوا بينضموا وتم استبعادهم، لكن ما ينفعش يتم استبعادهم من المنتخب. هتكلم دلوقتي عن القايمة وهنفصصها مع بعض. قبل اي حاجة انا مستني رأيك في الكومنتات، انت قول رأيك بعد ما تسمع رأيي او قبل ما تسمع رأيي، هشوف رأي الناس كلها، الناس المحترمة طبعا اللي بتتكلم كورة، الناس اللي بتغلط بقى وبتقل ادابها في الزبالة ما بشوفش كومنتاتك اساسا. وتاني حاجة، كل الدعم لمنتخب مصر بعيد عن الالوان، بعيد عن اهلي، بعيد عن زمالك، الدعم لمنتخب مصر انه يكسب باذن الله. اختار 5 من الاهلي وخمسة من الزمالك بالمناسبة، ومن سنين كتير ما شفناش عدد لعيبة الزمالك قد عدد لعيبة الاهلي في المنتخب، لكن واضح ان مباراة السوبر الاخيرة انعكست عليه بشكل قوي جدا. بس انا لو همشي معاه ان مباراة السوبر انعكست عليه، فهتلاقي ان في ثغرات كتير قوي في اختياراته. عندنا ماتشين مع موريتانيا، الطبيعي ان منتخب مصر هيكسب رايح جاي وهيصعد كده كده لامم افريقيا لان المجموعة بتاعتنا سهلة، لكن في ناس مظلومة، لكن في ناس حرام يتم استبعادها. لو بتلعب مع منتخب قوي هتتعاقب بسبب اختياراتك دي. هنتكلم وهنقول كل التفاصيل، قول لي رايك في الكومنتات، لايكات كتير وشير على قد ما تقدر. خلينا نسمع راي الناس ايه. خلينا نتكلم بقى ان انت عندك ماتشين مع موريتانيا، ماتش يوم 11 اكتوبر وماتش يوم 15 اكتوبر رايح جاي. يعتبر موريتانيا اللي معانا في المجموعه مجموعه منتخب مصر، المجموعه اللي انا شايفها مجموعه بسيطه، اللي انا شايفها مجموعه سهله لمنتخبنا انه يتصدرها بمنتهى السهوله. لما تكون مجموعتي منتخب مصر معايا الراس الاخضر ومعايا موريتانيا ومعايا بوتسوانا وانا لعبت ماتشين كسبت الاثنين، انا في الصداره ب6 نقاط ومسجل 7 اهداف وما دخلش شباكي ولا هدف، مصر في حته ثانيه يا جماعه. لكن عندي ماتشين مع موريتانيا، اكسب الاثنين اضمن الصعود رسميا لامم افريقيا باذن الله، وده اللي هيحصل. طيب ندخل على القايمه بقى. القايمه بتقول ايه؟ القايمه بتقول ان عندك 4 حراس مرمى، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى المنتخب الاساسي، معاه المهدي سليمان اللي دايما هو بيضم وكابتن حسام حسن بيحب المهدي سليمان، معاه مصطفى شوبير اللي ما بيشاركش خالص مع النادي الاهلي لكن هو شايف انه حارس مميز وانا شايفه افضل حارس في مصر دلوقتي، ومعاهم عواد حارس الزمالك اللي بيضمه على حساب القايمه اللي فاتت. كان معاه مين؟ كان معاه حمزه علاء، كان واخد 3 حراس من الاهلي وانا كنت ضدها، عشان تعرف ان انا مش اهلي وزمالك، انا كنت ضد وجود حمزه علاء في القايمه اللي فاتت. فانا مع ان عواد يكون موجود، يعني عواد ينضم يا عبد الناصر، عواد ينضم، عواد يستحق انه يكون موجود وحمزه ما كانش يستحق، لان حمزه علاء لسه الايام جايه له وهيكون حارس مرمى منتخب مصر كمان في يوم من الايام، لكن دلوقتي اكيد عواد افضل. انا معاك اهو، انا ما بتكلمش اهلي وزمالك، انا بتكلم في الصح والغلط. فمركز حراسه المرمى انا ما عنديش مشاكل فيه. ادخلي بقى على خط الدفاع وخط الظهر. بالنسبه لخط الدفاع، الراجل خد رامي ربيعه افضل مساك موجود في مصر في الوقت الحالي جوه مصر، جوه الدوري المصري طبعا، معاه افضل مساك في قاره افريقيا محمد باشا عبد المنعم موجود طبعا في القايمه، معاه احمد رمضان بيكهام ومعاهم خالد صبحي، ده خط الظهر بتاعه. انا شايف ان خالد صبحي ما ينضمش، شايف ان احمد حجازي طبيعي يكون موجود. انت عشان عملت مشكله مع احمد حجازي في المعسكر اللي فات خلاص بقى من المغضوب عليهم. احمد حجازي تم استبعاده عن قائمه منتخب مصر بسبب المشكله اللي حصلت بينه وبين حسام حسن لما كان قاعد على الدكه، واللي حصل المره اللي فاتت من حسام حسن انه ملاعب حمدي فتحي قلب دفاع. تم استبعاد احمد حجازي، اول لاعب بيتم استبعاده، لاعب مهم جدا كان وارد والمفروض انه يكون موجود معايا في القائمه. طيب ادخلي على الباك رايت. الباك رايت موجود عندك مين؟ موجود عندك 2، واضحك معايا بقى، اضحك معايا. مين اللي موجود في الباك رايت؟ موجود معايا احمد عيد، لعيب صغير في السن. موجود معايا محمد شحاته، اللعيب اللي هو اصلا نص ملعب. هو محمد شحاته باك يمين يا جماعه؟ محمد شحاته لعيب مميز، لكن هل هو باك رايت؟ لا مش باك رايت، يبقى ما ينضمش. هتقدر تضمه كنص ملعب مكان حد من اللعيبه اللي انت واخدها ماشي، لو انت محتاجه في نص الملعب، لكن انت واخده باك يمين. هتقولي طب مين مكانه؟ عمر كمال عبد الواحد يا عم. هو انت هتفضل يا كابتن حسام مشخصنها مع عمر كمال عبد الواحد لحد امتى؟ لحد امتى هتفضل في بينك مشكله وبين عمر كمال اللاعب المجتهد اللاعب الملتزم افضل باك يمين مصري، وهتفضل مشخصنها معاه وما بتاخدوش المنتخب؟ عمر كمال عبد الواحد يستحق الانضمام لمنتخب مصر ويلعب اساسي على اي حد، ما بينضمش، ما بياخدش عمر كمال وبياخد محمد شحاته اللي هو نص ملعب وبياخد احمد عيد اللي هم الاثنين ما يسدوش ناحيه اليمين. وانا عارف ان هو في الاخر هيلعب لك بتشكيل غريب ومش هتلاقي اصلا باك رايت لان هو ما عندوش باك رايت، بس هو مش خصانه مع عمر كمال عبد الواحد ومش عايزه.
تاني مشكله بالنسبه لي. طيب ناحيه الشمال، ناحيه الشمال خد محمد حمدي بيراميدز يستحق طبعا الانضمام، وخد معاه احمد نبيل كوكا نفس الكلام. احمد نبيل كوكا لعيب نص ملعب، بس احمد نبيل كوكا بيلعب باك ليفت. احمد نبيل كوكا بيلعب مع الاهلي باك ليفت، ولعب كذا مباراه باك ليفت، فغير محمد شحاته خالص اللي انا بشوفه سيء جدا في الباك رايت. بس نفس الكلام على كوكا، المفروض يبقى في باك ليفت في الدوري المصري يتم انضمامه، لكن للاسف النادي الاهلي عنده الباك ليفت بتاعه يحيى عطيه الله وعلي معلول الاثنين محترفين، الزمالك عنده بنتايك واحمد فتوح ربنا يفك يا رب حبسه ومشكلته، فانت عندك مشكله في الباك ليفت، فانا اتقبل وجود كوكا، لكن ما اتقبلش وجود محمد شحاته، لان عندك واحد زي عمر كمال يستحق الانضمام. ده بالنسبه للباك رايت والباك ليفت، عندك احمد حجازي، عندك عمر كمال عبد الواحد، اثنين لعيبه اتظلموا. طيب خش لي بعد كده نص الملعب، نص الملعب حمدي فتحي طبعا يستحق الانضمام، مروان عطيه طبعا يستحق الانضمام، ناصر ماهر طبعا يستحق الانضمام. ناصر ماهر اهو زمالك قلت عليه انه افضل لاعب في مباراه السوبر اللي فاتت ويستحق الانضمام لمنتخب مصر، حتى لو هو او قفشه هياخد ناصر ماهر لانه افضل في الفتره الاخيره. لكن واخد لي نبيل عماد دونجا، نبيل عماد دونجا افهمها ازاي دي؟ افهمها ازاي دي؟ نبيل عماد دونجا لعيب ما عندوش باتنين جنيه كرة في نص الملعب عشان طلع عمل بوم طخ والجماهير بتطبل له بيتاخد لمنتخب مصر. انت واخد دونجا ليه؟ واخد دونجا يهبب ايه؟ انت اصلا بتلعب منتخب هجومي، انت مفروض منتخب مصر منتخب هجومي، نص ملعبك يكون فيه احمد نبيل كوكا مدافع، شحاتة مدافع، بس دول باك رايت وباك ليفت. ماشي يا سيدي، معاك مروان عطية في نص الملعب وحمدي فتحي اتنين لعيبة مدافعين في نص الملعب، واخد لي معاهم دونجا؟ فين اللعيبة اللي بتهاجم في نص الملعب؟ فين سام مرسي يا عم؟ فين سام مرسي اللي بيلعب بريمير ليج؟ فين سام مرسي؟ هو سام مرسي ما بينضمش لمنتخب مصر ليه يا جدعان؟ هو الراجل مش مصري؟ ما تشوفوا لنا كده البطاقه بتاعته نعرف اذا كان مصري ولا مش مصري. ازاي سام مرسي مش موجود؟ ازاي سام مرسي بره قائمه منتخب مصر؟ حد يفهمها لي. ازاي امام عاشور بره منتخب مصر؟ امام عاشور افضل لاعب نص ملعب موجود في مصر بمسافه كبيره عن اقرب حد ليه. امام عاشور في حته تانية، امام عاشور الثلاثه اللي بيلعبوا نص ملعب تلعب بامام وتشوف مين اللي جنبه. هو احنا عشان انتقادنا امام في مباراه السوبر ومش عارف ايه والتلفزيون كله عشان امام هو الترند الدايم، هو الترند اللي ما بيموتش، امام اللعيب الحراق اللي جه من الزمالك على الاهلي ولع في 100 عقبه حرفيا انضم للاهلي، فانت بتستبعده؟ انت ايه يا كابتن حسام؟ انت ماشي مع كلام الناس؟ غريب بالنسبه لي استبعاد امام عاشور، غريب بالنسبه لي استبعاد سام مرسي، كارثه بالنسبه لي. اتنين لعيبه لازم كانوا يكونوا موجودين جوه القايمه، مكان مين؟ اكيد مكان دونجا. دونجا لو هتستبعده وما تضمش حد مش مشكله، عيب ملوش قيمه موجود معانا. ده بالنسبه لنص الملعب عك العك. بعد كده بالنسبه للوينجات، احمد السيد زيزو تمام، محمود حسن تريزيجيه تمام التمام، عمر مرموش طبعا تمام مولع الدنيا في الدوري الالماني، مصطفى فتحي طبعا تمام، ابراهيم عادل تمام، محمد صلاح تمام، وينجات كتير قوي، وينجات كتير، بس مفيش مشكله، احنا المفروض منتخب بيهاجم زي ما بقول، فكل وينجات دي ما عنديش مشاكل معاها. خط الهجوم مصطفى محمد وأسامة فيصل، ما عنديش مشكلة برضو مع الاثنين، مع اني بشوف ان أسامة فيصل محمد شريف ينضم احسن من أسامة فيصل، بس ما عنديش مشكلة. فانت بتتكلم في كام لاعب مظلوم؟ عمر كمال عبد الواحد ده مش ظلم، ده فجر، ده فجر ان عمر كمال ما يكونش موجود. امام عاشور ده فجر قسما بالله انه ما يكونش موجود في نص الملعب. احمد حجازي ما عنديش مشاكل قوي، بس مش عشان حصل مشكله يتم استبعاده. وسام مرسي ومحمد النني، بس محمد النني ما عنديش مشكله في استبعاده، لكن سام مرسي مصيبه والله. كل دي لعيبه، ومحمد شريف، كل دي لعيبه تم استبعادهم من منتخب مصر، كانوا يستحقوا التواجد، وقلت لك على حساب مين؟ قول لي انت رايك في الكومنتات، شايف ايه؟ شايف القايمه كده تمام؟ شايف ان في ناس لازم تستبعد وناس تيجي؟ شايف ان في اسامي غير اللي انا قلتها المفروض تكون موجوده؟ اشوف كومنتاتكم كلها، لايكات كتير يا شباب للفيديو، شير على قد ما تقدر، خلينا نسمع راي الناس في العك اللي عامله كابتن حسام حسن، لكن كل 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 الدعم لمنتخب مصر، بنقول راينا، نتمنى المنتخب يكسب، نتمنى المنتخب اداؤه يكون قوي ونطلع احنا اللي غلطانين في الاخر. كده كده انت بتلعب مع موريتانيا، بتلعب مع فرق اقل منك بكتير، طبيعي ان انت هتكسبهم، لكن احنا بنتكلم انك لما هتقع مع منتخبات قويه في لعيبه مهمه انت مش ضاممها للمنتخب. لايكات وشير، اشترك في قناتي على اليوتيوب، فولو صفحتي على الفيسبوك عشان يجي لك كل جديد. سلام.